الكوكب الصغير الذي يطفو وحيدا وسط هذا العالم الفسيح. على هذا الكوكب تعيش حيوانات كثيرة تصارع بقسوة من أجل الحياة. حيوانات تأكل اللحم وأخرى ترعى من العشب، وجميعها تعيش بانسجام مع البيئة. نحن نعيش في بيتنا الكبير، نعيش على هذا الكوكب الصغير الذي يطلق عليه الأرض. إذن علينا نحن البشر أن نتعايش نحن والحيوانات البرية، وعلينا أن لا نسيء إلى الحيوانات البرية التي تعيش معنا في هذه الأدغال. أجل، وسنعلم صغيرنا كل ذلك عندما يكبر. انظري إنه نائم، إنه يغط في نوم عميق من دون أن يخشى شيئاً، فهو لا يعلم معناً للخوف بعد. والآن لنجمع عينات من التربة، لنذهب ولنعد بسرعة. أستودعك الله يا صغيري الجميل. هيا لنبدأ بجمع عينات التربة والمياه بينما هو نائم. نم هانئاً يا بني، إن الماء والهواء في الأدغال نقيان جداً، أليس كذلك؟ أنا أكره البشر، أكره البشر. فقدنا بعض القطيع. ها هو، أخذي عليه. أخذي عليه. تباكي، تباكي. حاضر سيدي. شممت رائحة مخلوقات من البشر، فابحث عنهم. هيا. هل ستأكل هؤلاء البشر؟ ذلك مخالف، أنت تخالف قانون الأدغال. أنا أضع القانون هنا، نفذ الأمر. حاضر سأفعل. صغير من البشر، توقف، من أين أتيت؟ أنت مزعج. أنا
ستذهب. اذهب إلى بيتك. أنت مزعج، كف عن إصدار هذا الصوت. افهم يا صغير البشر أمرا مهما جدا، فلو لم أكن ثعبانا لطيفا لأكلتك. ليس هناك ثعابين لطيفة وأخرى سيئة. الحقيقة، ثعبان جائع أم لا؟ باله، أنا أعرف قانون الأدغال ما هو تماما. أعلم إذا أكلت بشرا ماذا سيحل بي. أهذا صغير من البشر؟ لم أرى قط صغيرا من البشر عن قرب. إنه صغير جميل. إنه جميل لأنه لا يزال صغيرا، لكنه سيصبح عدوا عندما يكبر. كلامك صحيح، لا شك أن أباه يبحث عنه الآن. أفكر أن نعيده قبل أن تقع مشكلة. أجل، فكرة جيدة. هي، انتظر لحظة فقط يا كا. باله، افعل به ما تريده. أخبرني ما الذي يمكن أن أفعله. سأذهب إلى باكيرا، فهو يعلم كثيرا عن البشر. حسنا، اذهب وأحضره إلى هنا بسرعة، لكن احذر أن تغفو في الطريق. سأحاول. يبدو جائعا. ابني الصغير، أين هو؟ أين هو؟ ما الأمر؟ أليس هنا؟ أين هو؟ أين ذهب؟ لقد كان نائما في سريره. لا شك أنه مشى حتى الأدغال. من هنا؟ مذهل أن أراك هنا يا باكيرا. ماذا تريد؟ لقد دخل علينا صغير من البشر. صغير من البشر يأتي إلى مكان كهذا؟ أجل، وبالو يهتم به الآن. لنخرجه من الأدغال بسرعة قبل أن يحدث متاعب. أرى أن أفكارك جيدة. لأن البشر كانوا يهتمون بي؟ أجل، فالجميع هنا يرون أنك وفي لأصدقائك في الأدغال. أنا لا أريد أي صديق. باكيرا، شريخان. أجل، أرى أن ذلك البشر سيسبب مشكلة. وما العمل؟ حاول أن تجد والدي الصغير قبل شريخان، ثم أخرجهم من هنا. من سيهتم بالصغير؟ لا أستطيع الاهتمام به الآن. يا إلهي، ما هذه المشكلة؟ اليوم كله مشكلات. شريخان قادم. أيها الصغير، انهض. هيا انهض، يجب عليك أن تذهب. موكلي، موكلي، أنت يا صغيري. أين هو موكلي الآن؟ موكلي، 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 أين أنت؟ موكلي. أهو أنت؟ أين موكلي؟ أين هو؟ أخبرني، أين موكلي؟ أين هو؟ شر. من هناك؟ إذا هاجمتهم فسيهاجمونك بأعداد كبيرة. باكيرا،
لهذا يمنع مهاجمة البشر. لقد وضع قانون الأدغال كي يحمينا، أليس كذلك؟ أتظن أنني أهتم لذلك؟ لا أظن، إنما أذكرك، اذهب واصطد الأرانب. ماذا قلت؟ شريخان، الطريدة تهرب بعيداً. باغيرا، إذا أردت أن تمنعني فانزل من على الشجرة. لن أبذل جهداً في ذلك. يركضان أسرع. بشر أغبياء. شريخان، إنني أرى واحدة من البشر هنا، إنه صغير. صغير؟ أين شريخان؟ أظن أنه استسلم. إنه نمر أسود. يا إلهي، ما شيء مروع. انظري، إنه صغير من البشر. يبدو أن الصغير ضائع. انظر، لا يخاف. انظري ألكسندر، إنه يرضع الحليب بشهية. يبدو أن هذا الصغير جائع. لندعه إذن. هذه زمجرة شريخان، هيا أبعدي الصغار من هنا. حسنا. صغيرا من البشر هنا، إنه لي أنا. هاته، أنت لست في أرض لك، هيا ابتعد. أعطني الصغيرة أولاً، إنه ليس لك. أيها الوقع، سأقتلك. اسمع، أعطني ذلك الجرو. ماذا؟ لا، إنه واحد من أفراد أسرتي. أسرتك؟ هيا اذهب، ابتعد من هنا يا شريخان. إنني أحذرك، ستدفع ثمن عنادك. هذا الصغير من البشر فريسة لي، أنا لا أستسلم. قل لي، قررت حقا أن تبقيه؟ وأنت هذه رغبتك، أليس كذلك يا لوري؟ صحيح، قررت. تريد أن تضم صغيراً من البشر إلى قطيعنا؟ الإنسان ليس ذئباً وسيجلب لنا المشاكل. أجل هذا صحيح. كان شريخان يطارده، يعني أنه بلا أبوين. دعوه وحده في الأدغال وانظروا ماذا سيحدث له. لكنه مصدر للمتاعب، إذا نرمي به في النهر. لنأخذ القرار بناء على القانون نفسه، وأنتم تعلمون.
أنه لابد من موافقة عضوين من مجلس الذئاب ما عدا والديه بالتأكيد. هذا كل شيء كي يصبح منضما إلى قطيع الذئاب. من يوافق ليتكلم؟ تكلم. لقد نجا صغير من البشر. في الحقيقة يا أصدقاء أنا موافق على هذا الصغير. اهدوا، بالو صديقنا وهو يعلم صغارنا قانون القطيع، يجب أن نصغي إليه باهتمام في كل ما يقوله. شكرا جزيلا يا أكيلا. استمعوا إلي، هذا الصغير ليس مؤذيا، هذا أمر مؤكد، فهو كما ترون بلا مخالب ولا أنياب. انظروا إليه جيدا، إنه يحب اللعب بلطف مع الصغار. أنا لا أرى سببا يدعون إلى الخوف منه. شكرا لك يا بالو. حسنا، في الحقيقة أنا أحب هذا الصغير جدا، لكن لابد من موافقة أخرى. ألا تكلم؟ باجيرا. أجل، أعلم، لا حق لي في أن أقتحم اجتماعا لمجمع الذئاب، لكن بحسب القانون يمكننا أن نقايض. ما رأيكم أن نقايض حياة الغريب بطريدة؟ بلى يا باجيرا. ماذا تعني بكلامك يا باجيرا؟ بالو سيهتم به. هل تقايضونه بجاموس؟ لقد قبلنا، سنقايض هذا الصغير بطريدة باجيرا. ماوكلي، لقد قلت لك من قبل تمسك بغصن الشجرة جيدا. ولكن ماذا أفعل؟ أنا ليس عندي مخالب مثلك. كفى أعذارا، إنني أنفق وقتي الثمين كله من أجل تدريبك. إذن أتدرب وحدي، سأذهب. لحظة ماوكلي، لحظة، انتظر. بالو، معك حق، عمل المدرب صعب جدا. أنا لا أقوم بذلك لأنني أريده. ولماذا إذن؟ لأن ماوكلي يصر على تعلم الصيد. ماذا؟ احترس أن تقع. هذا جيد. مفعم بالحياة والنشاط. لقد أنقذتني. أنت متهور، لما تصر على هذا يا ماوكلي؟ لقد وعدت أبي وعدا. إلكساندر، أجل، وعدته أن أكون ذئبا. طيب، إنك تخاطر بحياتك. آسف باجيرا، لا تحتد هكذا ماوكلي، إن باجيرا لا يخشى على شيء سوى حياتك أنت. بالو أرجوك، ألا تعلم ذلك؟ بلى، لا تخشى علي، وداعا. لحظة ماوكلي، إلى أين تذهب؟ سأتدرب بجد من أجل أبي. سيفي بوعده لوالده. هيا استعد. انطلق. لقد انطلق في اتجاه الريح. أجل، سيتدرب كثيرا. لا لا، كنت أقترب بسرعة لكنك لم تنتبه. ما الأمر يا ماوكلي؟ من يصدق أن هذا ابن البطل ألكساندر؟ شيء مضحك. ماذا تقولين؟ توقف يا ماوكلي، سيغضب القائد أكيلا. بالتأكيد. ماذا جاء؟ جدي.
تعلمون أنني قد منعت الشجارة بينكم. لا لا، تريد الطريدة لنفسها. ماذا تعني؟ أنا لست الوحيدة التي تسعى وراء الطريدة يا أكرو. أسكتي. كفى. أصمتا، فقد نفد صبري. أكيلا، أكره أن أتدخل، ولكن لنجري سباقا عادلا ولنرى ما إن كان ماوكلي يستحق أن يكون منا. سباق في الصيد؟ سباق في الصيد؟ لا، ماوكلي ليس مستعدا بعد. باجيرا، ماوكلي، ما بك؟ كن شجاعا. لكن هل سأكون وحدي؟ سيكون السباق بينك وبين الحفيدة المدللة لالا. أنا؟ أجل، فإذا أمسك ماوكلي بطريدة وأنت لا، فسيكون عارا على القطيع. جدي. لالا، هذا قرارك أنت. ماذا قلت؟ قبلت. وأنت؟ انتظر، أنا أسابق بدلا منه. ماوكلي، لا يمكنك أن تختبئ خلف أخيك، أليس كذلك؟ لكن باجيرا. ماوكلي، هل نسيت أنك وعدت أباك وعدا؟ ماوكلي. أجل، قبلت. أجل، سأسابق. ماوكلي. أمي. نم يا بني، السباق غدا. أمي، قولي لي، لماذا ليس في أصابعي مخالب مثل أكرو والسورة؟ ماوكلي، قل لي، هل الأرانب أنياب؟ بالتأكيد لا، فهي أرانب. والظبي؟ لا أبدا. إذن يا بني، هل من السهل الإمساك بالحيوانات من دون أنياب؟ الظبي يعدو بسرعة والإمساك به صعب، وإذا اقتربت من الأرنب سيسمع صوتي ويهرب. والطيور يا أمي لها أجنحة، والغربان، ماذا أقول، هناك مخالب. حتى لو لم يكن لديهم مخالب أو أنياب، فلديهم شيء مفيد، وأنت لديك شيء مفيد أيضا يا بني، طريقة للعيش من دون مخالب أو أنياب. من دون مخالب أو أنياب؟ لا تتعجل يا صغيري، ستكتشفها غدا، لأنك وإن خسرت غدا فأنت لن تنتهي يا ماوكلي. حتى ولو كنت فتى من البشر فأنت واحد من أسرة ألكساندر، ولن يمسك أحد بسوء. أمي. ماوكلي، لا لا، يجب أن تعودا قبل غروب الشمس من دون مساعدة أي واحد منكما. يصطاد كل واحد منكما أرنبين وثلاثة عصافير. إذا نجح ماوكلي صار واحدا منا. استعدا، انطلاق. بالتوفيق يا بني. ستفعلها يا ماوكلي. بني، لا شك أن لديك شيئا ما يمكنك من أن تعيش من دون مخالب أو أنياب. لا فائدة، أجد الأمر صعبا جدا. لا أحسن شيئا. رائع،
بقي أرنب لأفوز بالسباق، ثم ألقي بالفتى خارج قطيع الذئاب. أرى أرنبا أسود، وذلك نادر جدا في الغابة. لن تهربي. الشمس تغرب. أكيلا، أكيلا. ماذا؟ هل حدث شيء ما؟ لا لا، دخلت منطقة شريخان. ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ لقد أوجدت وسيلة مفيدة للصيد، لكنك لم تنجح في السباق. أجل، لكن أمي قالت غدا ستكتشف طريقة تفيدك في العيش. إنني سعيد. إذا كان عليك أن تغادر القطيع، فلما لا تأتي معي إلى وكري؟ ها؟ أجل، هذا إذا كان عليك أن تغادر. لا، سيقضي عليها. لا فائدة، استسلمي. يا إلهي، ستسقط. أنا سأقضي عليه. سدد بحذر. لالا، اقفزي. باجيرا ستغرق. ماذا ستفعل؟ سأنتشلها من الماء. لالا، سأريك أيها البشري. أنا آسف، لم أنجح في السباق. السباق تنافس في صنع الأفضل. خاطرت بحياتك فأنقذت لالا. أحسنت صنعا يا موكلي. أهلا بك في قطيعنا. أهلا. أعيدي سلاح أخي كي لا نطاردك. لن أفعل. لقد حاول أن يضربني بهذه القطعة الحادة. إنه من البشر ولا ندري كيف يفكر. موكلي لا يؤذي أحدا. إذا كنت مستاءة من قرار جدك فقولي. أنا لا أعترف بموكلي واحدا منا. أعيدي السلاح. توقفي يا لالا. اسمعي، إذا ما وصلت القتال هكذا طول الوقت فسيفسد شعرك الجميل هذا. كان لأبيك شعر جميل كشعرك. أبي أنا؟ كان شعره محط إعجاب الجميع. افتخري به. أفتخر بماذا؟ بالشعر؟ أنا لا أفتخر إلا بالقوة وحدها. هذا صحيح. لقد خاض أبوك قتالا ضد زوجي ثم انهزم. لا لا،
أبوك هو الذي اختار أن يرحل عن الغابة. كان يمكنه أن يبقى هنا مع القطيع. القتال ضد ألكسندر قانون، ولا عيب إذا خسر أحد أمامه، لكنه رحل، والسبب هو أنه لا يخضع لأحد، وهذه قوة. أبوك رائع. لا لا لحظة، هيا خذيها إلى ماوكلي أرجوك. أمي، أنت تشعرين بأسى لفقدك أباك إذا فكري أن ماوكلي يشعر بما تشعرين به. إنني أفتقدك يا أبي. أترى بدأت الأسماك تهرب؟ راقب. رائع. هيا جاء دورك الآن. حسنا. أعلم أن البشر يصطادون السمك بعصا طويلة ولا يستخدمون أيديهم. أعلم، ولكن ماوكلي هو ابني المدلل، انظر. سأصطاد سمكة. إنه من البشر وسيبقى. أجل، ربما. أتعلم، بعد قتال ضار لكي تصبح زعيما لم تصبح زعيما حتى الآن. إنك مختلف. ليصبح فرمليون زعيماً عندما يعود، أنا سأقاتل شريخان غداً وقد يقتلني. أصغي إلي قبل أن تمسك بها، افهم كيف تسبح السمكة. هيا تعلم كيف تفكر أيها الكسول. البشر يحتاجون إلى التدريب منذ الصغر حتى يقدرون. أنت تعلم أشياء كثيرة عن البشر. صحيح، لقد رأيت ذات مرة بشراً يعلم طفلاً كيف يسبح بهذه الطريقة. أبي، انظر، سمكة سمكة. نجحت يا أبي، نجحت. باغيرا، ألا تعلم ماوكلي كيف يصطاد؟ ما هذه المزحة؟ أنا لا أحب المزاح. أنا لا أمزح، إنني جاد في كلامي. أنت تعلم ماذا يقولون عني هنا؟ إن رائحتي تشبه رائحة البشر، لذلك أسألك. أجل، فمهما دربته لن يصير ذئبا، أريده أن يكون قويا في صورته الحقيقية. إنه من البشر. صحيح، أنت الوحيد الذي يمكنه أن يهتم بماوكلي إذا قتلني شريخان. شريخان باغيرا، لا ترفع صوتك هكذا، لا تدعه يراك. ولكن لست مستعدا بعد. إذا فكرت في أن تقاتله فسيقطعك إربا. لكنه قتل أبي. صحيح، لكن خطط قبل أن تهاجم. هل تريد أن تجازف بحياتك هكذا؟ هذا تهور، وشجاعة أن تفكر وتخطط ثم تهاجم. ها قد ذهب، والآن ماذا ستفعل؟
باكيرا. سأبقى معك، وعدت صديقي ألكسندر بهذا. شكرا. لكن قتال فتى من دون أنياب ليس عدلا. لا نقاش، هيا اذهبا، هيا. أمي ماذا هناك؟ أمي ما الذي فعلاه؟ فجأة وجدناها تطردنا من الوكر يا ماوكلي. أمي ترى ما السبب؟ ليس هناك أي سبب، هيا ليغادرا وحسب، وليبحثا عن وكر آخر لهما. أمي ماوكلي لا علاقة لك، انصرفي. هيا ابتعد. أمي كما قلت انصرفا. أنا لا أفهم، لماذا تفعلين ذلك؟ لا فائدة من هذا. أمي وداعاً أكرو، وداعاً سورا. أمي لماذا طردتهما من الوكر؟ لأنهما صارا كبيرين يا ماوكلي. وإن صارا كبيرين فنحن أسرة واحدة، ألسنا كذلك؟ إنه قانون الغابة. يقول تقرير حارس حدود قطيعنا دخل مناطق صيدنا 50 جاموساً حتى الآن. 50؟ لن نقف هكذا، لنخطط، فخمسون جاموسا صيد كبير. هيا تحركوا، أعدوا أنيابكم. سورا، أكرو، لن نصيد الأرانب بعد اليوم. لقد اصطدت أنا وأخي غزالاً اليوم. أحسنتما، ستكونان في المقدمة. اسمعوا، سورا وأكرو ذئبان كبيران في القطيع. وأنا أيضاً. ماوكلي، لماذا جئت إلى المقدمة؟ هذا ليس صيداً للطيور. لا تتكلمي معي هكذا يا لالا، فقد كبرت. ماوكلي عد إلى مكانك. هيا اسمع كلام أمك يا مدلل. كفى يا لالا، إنه لا يستطيع أن يمسك حتى بأرنب. أيها الزعيم دعني أتقدم المطاردين أرجوك. ماوكلي انظر، لقد كبرت أيضاً. لا لن تذهب اليوم، أرجوك أيها الزعيم. أنا موافق. جدي وأنا أيضاً سأذهب، وسأثبت أنني أحسن من ماوكلي هذا. إنني أمركما أن تنصبا فخاً. الآن سورا وأكرو،
الصغير في الوسط، الثالث عند الحافة، وجاموس آخر مصاب في الساق. هل فهمتما ما قلته؟ فهمنا. حسنا، لننطلق. نحن مهمتنا أن ننصب كمينا. اصمتي، الجواميس تتحرك. لا تخبرني بذلك، فأنا أرى كل شيء. كمين، افتحوا طريقا للضعاف. كمين، افتحوا طريقا للضعاف. لماذا يهاجمون الضعاف وحسب؟ هل سمعت يا ماوكلي؟ قالوا علينا فتح الطريق. الآن جاء دوري، سأثبت للجميع أنني قد كبرت. سأتصرف. أسرع يا ماوكلي وافتح الطريق وحسب. لا 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 لا. الآن جاء دوري. هل أنت بخير؟ أين الجواميس؟ بفضلك يا حضرة البطل، لم نصد أي جاموس. هل يؤلمك جرحك؟ لا تقلقي، إن ماوكلي بخير. من قال إنني قلقة؟ لن أخذك إلى الصيد مرة أخرى. وداعا. قل لي، لماذا تجاهلت قوانين الصيد يا بني؟ أردت أن أثبت أنني كبرت يا أمي. لا يا ماوكلي، فأنت لم تكبر بعد. ها؟ أنت مختلف عن الآخرين. لو أن جسدك كان مغطى بشعر كثيف لما جرحت هكذا، فهمت؟ ها؟ لا، أنا لا أفهم. فأنت تقولين ليس لي شعر كثيف ولا مخالب ولا أنياب، ولا يمكنني أن أكبر كما كبر أخواي. أجل، إنها غلطتي. سارة وآكرو تريدا بسببي. هذه المرة سأمسك بطريدة كبيرة وأثبت أنني قد كبرت. أجل، سأثبت أنني كبير وناضج. أجل، أجل. لعل هناك طريدة كبيرة. ها، أراك هنا يا ماوكلي. تباكي، اذهب. لا أريد أن تقف هنا. اذهب، هيا اذهب. لا تخف، أنا جريح. أنا لست خائفا. أنت تعترض صيدي. هيا اذهب من هنا يا تباكي. أفكر في أن أصيد أيضا. أنت هل ستصطاد؟ صحيح، أنا قمام الأدغال يا ماوكلي، لكنني لا أكل اللحم المتعفن مثلكم أبدا. أنت تتسلل إلى هنا وهذا ليس عدلا. في الصيد لا حساب للعدل، إنه قانون الغابة. أنت تخدعني إذن. ماذا أفعل؟
باكرا؟ ماذا تفعل في منطقة صيدي يا تباكي؟ لا لا، أنا لا أريد أن أصيد في أرضك يا باكرا. باكرا؟ ها؟ سمعت بأنك أخفقت في الصيد، لماذا تتسرع؟ موكلي، هل أنت بخير؟ باكرا، هل جئت لأنك شممت رائحة دم موكلي أم كنت تراقب من بعيدا لأنك كنت قلقا؟ لم أكن أراقب، ولماذا أفعل ذلك؟ وماذا لديك أنت؟ أنا؟ موكلي غير قادر على الصيد بعد، إذن هذه مسؤولية المدرب. هل إصابتك بالغة؟ المعذرة، إن تدريبك السيء هو الذي أوصل موكلي إلى هذه الحالة. هل علمته قانون الأدغال أولاً؟ قانون الأدغال؟ هكذا، كما توقعت، لم تعلمه أهم شيء هنا. الآن اسمع يا موكلي، القانون الأول هو أن الضعيف طعام للقوي، وهذا يعني أن يقتل القوي الضعيف دائماً. القوي يقتل الضعيف؟ لهذا السبب كان تدريبك سيئاً. افهم هذا، يعني أن الضعيف والجريح والمريض يصبح كل واحد منهم طريدة للصيادين في الدرجة الأولى، وبعد ذلك يموت الضعيف ويبقى القوي، وهنا تبدأ ولادة صغار الأقوياء وتزداد أعدادهم كثيرا. هذا هو قانون الأدغال. إذا بدأنا بقتل الجواميس القوية يبقى الضعيف وحده منها، هل تتوقع أن الجواميس الضعيفة تقوى على الاستمرار والنمو؟ إنها لا تستطيع. أجل، ولن تبقى أي طريدة. وهذا ينطبق على الذئاب، وعندما تصبح كبيراً ناضجاً ستواجه اختباراً مهماً. الذئب الذي ينجح في الاختبار هو الذي يبقى. اختبار؟ جميع الحيوانات تخضع للاختبار الذي يدعى بداية الحياة. موكلي! موكلي! أين أنت يا موكلي؟ أنت هنا؟ لقد قلقنا عليك. أجل، وبحثنا عنك في كل مكان. سارة، أكرو، أنا هنا. موكلي. أمي. سأذهب وأبلغ الزعيم وسأبلغ الآخرين. أصبح وجودي الآن ليس مهما. أنت لست مهما منذ البداية. ماذا تعني يا بالو؟ لو لم آتي لكان موكلي في خطر. لماذا تكلمني هكذا؟ لماذا لا تحافظ على وقار سنك أيها الخرف؟ يبدو أنك تحتاج إلى إعادة تأهيل يا بالو. إنك تثير غضبي كثيرا هذه الأيام. لماذا يا باكرا؟ لأنك بلا عقل. ماذا؟ موكلي، ذات يوم ستذهب وتعتمد فيه على نفسك، لكن الوقت لم يحن بعد، لم يحن. نم. مرحبا، ما بال سورة؟ إنه مريض، لقد نزلت به حمى شديدة بسبب بحثنا الطويل عن موكلي. أجل، فقد كنت قلقا على أخي لأنه لم يكبر مثلنا. أمي، هل سيذهب يوما ويعتمد على نفسه؟ إنه يعاني، موكلي ضائع حائر. صباح اليوم ذهب موكلي بعيدا. ماذا؟ ذهب بعيدا؟ لنلحق به لإعادته. لا تقلق، سيكون بخير، سيعود موكلي بعد يومين أو ثلاثة، إنه يحتاج إلى التفكير. أما أنتما فلا تخبرا أحدا عن غيابه أبدا، فذلك لن يساعد موكلي على شيء. هل فهمتما ما أعني؟ فهمنا. أمي، سألحق بموكلي الآن. لا تفعل، بل دعه يثق بنفسه يا أكرو. هذه أيام مهمة في حياته، لندع، إننا في انتظاره، ننتظره ونثق به. فهمت، نعم فهمت، لقد عرفت لماذا ذهب، لأنني معلم أحمق. وأنا مثلك أيضاً، لقد أخطأنا في طريقة تعليمه. الفتى من البشر ونحن من ال... ماذا فعلنا؟
بالو؟ ماذا؟ أريد خدمة. طلبت إلي لوري تعليمه، ثم إننا لا يمكن أن ندع موكلي هكذا. قل لي ماذا تريد؟ أريدك أن تذهب إلى تشيل. فهمت، تريد منه أن يراقب موكلي، أليس كذلك؟ أجل، وعليه أن يخبرنا إن حدث شيء لموكلي. فكرة جيدة. هاي موكلي، قطع مسافة طويلة. حسنا، سأخبر بالو وباجيرا. أين بالو؟ لقد ذهب كي يصطاد غزالا ويصطاد أرنبا لك. ما أخبار ماوكلي؟ قبل ذلك أخبرني يا باجيرا، هل بالو صياد ماهر؟ بالتأكيد هو ماهر، إنه أحسن صياد في الغابة. ذلك لا يهم، لا تقلق على ماوكلي، إنه بخير. أأنت واثق؟ هل رأيته؟ ماذا يفعل؟ عندما وجدته كان يسابق ثعلب الماء، وقد كان يبلي بلاء حسنا. هذه أخبار جيدة. لا، هذه ليست أخبارا جيدة، فقد رأيته متعبا، يبدو أنه مريض جدا. لا، إنه كثير الحركة وحسب. هيا اذهب يا صديقي وتابع مراقبته. حسنا حسنا، سأذهب وأراقبه بنفسي. مع السلامة. ترى أين ذهب؟ هل يكون داخل هذه الغابة؟ أين ذلك الفتى؟ ماوكلي! إني لا أراه. حسناً، سأهبط وأرى. البشر. لا تخاف يا بني، سأسحبك بسرعة. هيا 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 يا بني، لا تخاف، أمسك بيدي. هيا سأسحبك إلى الأعلى. هيا 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 يا بني. هذا الرجل إنسان، إنه شرير. ماذا تنتظر؟ ماذا بك؟ أنا لا أفهم. هيا أمسك بيدي. حسنا حسنا، اهدأ، سأحاول مساعدتك أيها الصبي. يا إلهي، يبدو متعبا جدا. هيا اهدأ اهدأ، افهم، أنت متعب. هيا هيا، لن أدعك هنا. هيا سأسحبك إلى الأعلى. هيا حسناً. يا إلهي، إصابة بليغة جداً، سأهتم به. أين ذلك الفتى؟ لا أرى له أي أثر. سأدفئك.
المسكين تنبعث من جسده رائحة كريهة جدا. ستصبح الآن نظيفا وجميلا. لا أدري بما يحلم. ماوكلي، أين أنت يا ماوكلي؟ ماوكلي، لا أرى له أي أثر. يجب ألا تتحرك الآن، فأنت لم تشفى بعد يا بني، عليك بالهدوء. لن تشفى إن تحركت. هيا كل، كل حتى يشفى جرحك في وقت قصير. يبدو أنك قد تعرضت لمعاملة سيئة، فأنت لا تثق بأحد أبدا. لا تخف، سأتذوقه. ليس في الطعام سم أو شيء يضرك. كل، إنه ساخن. ماذا يحاول هذا الإنسان أن يفعل بي يا ترى؟ سأطعمك بيدي. إن معدتك تقرقر من الجوع، هيا خذ وتناول الطعام. حسنا، سأجعلك تأكل، أنا عندي طريقة جيدة، هيا استعد. رائع، هكذا أفضل. الآن سأطعمك بيدي، هيا. احذرني يا بني، لقد فعلت بك ذلك كي لا تؤذي نفسك. الآن افتح فمك. ما هذا؟ لذيذ، لم أتذوقه من قبل. إنه لذيذ لذيذ لأنه ساخن. إنه لذيذ الطعم، أعددته خصيصا للجرح في قدمك. أنصحك أن تتناول حصتك كلها، كل لقمة أخرى يا بني. هنيئا مريئا، كل كل صحة. أين ذهب ذلك الفتى؟ حلقت فوق المنطقة كلها ولم أعثر له على أي أثر. أتراه قتل في مكان ما؟ علي أن أخبرهم. تحسنت قليلا، سأعد لك دواء جديدا. قلقت عليك، الآن سأعود إلى قريتي، لكن لا يمكنني أن أتركك وحيدا هنا. إذا أخذتك معي فسيمسك بك الدخلاء الأشرار الذين يتربصون بالقرية ليل نهار. ما قولك أنت؟ قل ما العمل يا بني؟
عينا هذا الرجل مثل عيني أمي، كانت تنظر هكذا إذا كانت قلقة علي. ها؟ ها؟ أذناك جيدتان، أنت تفهم جيدا ما أقوله لك. يمكنني أن أعلمك كل شيء يا بني. البشر نوعان، فهناك الطيبون وهناك الأشرار. الأشرار الذين يأتون إلى الغابة ليقتلوا الحيوانات ويقتلون أيضا، فهم يحفرون الحفر كالتي وقعت فيها تماما. إنهم يحفرونها للهو، ولأنهم أشرار يسعدهم أن يصاب الناس بالجروح. لما فعلت ذلك؟ يبدو أنك لا تفهم ما أقوله لك. ما الأمر؟ تلك الذئاب برية، عرفتها. يبدو أنها تريد أن تهاجمنا. ما العمل؟ والآن أقف هكذا. والآن عليك أن تقاوم. هاي أيتها الذئاب، أنا أفهم ما تريدين. قانون الأدغال لا ينطبق عليها. ماذا أفعل؟ لقد اختفى ماوكلي، غادرنا منذ 3 أيام وسنبحث عنه. إنه واحد من قطيعنا، إنه من أسرة ألكسندر ولوري. لقد نشأ وتربى وكبر بيننا، كان يحبنا وكنا نحبه. غدا صباحا سنبحث عنه وسيكون دليلنا تشيل. اسمعني، لقد فكرت بالأمس في أمرك. لا يمكنني أبدا أن أدعك وحيدا هنا يا بني، فالخطر يحيط بهذا المكان من كل جانب. سوف أحزم أشيائي وأذهب إلى قرية الآمنة. تذكر كلامي وحسب. ترى ماذا يفعل باجيرا الآن؟ أمي، سارة، أكرا وبالو، ألا يزالون يتذكرونني؟ هناك ذئاب، إنها قادمة. لقد فهمت، هناك ذئاب قادمة.
أيتها الذئاب. انظر هناك. باجيرا. يا ابن البطل هيا عد معنا. هيا يا ماوكلي عد معنا. ستعود معنا يا ماوكلي. هيا القطيع ينتظر عودتك. هيا يا ماوكلي نرجوك عد معنا. هيا يا ماوكلي هيا عد معنا. نرجوك يا ماوكلي عد معنا. ماجيرا ماوكلي. وداعا يا بني، اهتم بنفسك، اهتم بنفسك جيدا يا بني. من أنا؟ نعم، لماذا لا توافقين؟ أنت مهمة في القطيع وتملكين الصفات الجيدة، أرجوك وافقي. ماذا؟ ماوكلي، لن أوافق أبدا على أن أقود قطيع الذئاب، أفهمت كلامي؟ أمي استمعي إلي، أنا أفهم أشياء كثيرة سأقولها الآن. أنا أرى أن قيادة القطيع تحتاج إلى الحب، وأنت عندك قلب كبير يا أمي. أمي أنا رضيعك، أنت أرضعتني القوة والحب والخير، ولما كبرت فهمت. أنت قائدة يا أمي. لا 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 يمكنني أبدا أبدا، لست أهلا لهذا. قطيع الذئاب يحتاج إلى ذئب قوي. لكنك يا أمي تتكلمين بكل قوة مثل أبي. لكن آسف، أعني أن شخصيتك قوية مثل شخصية أبي، إذن لا شيء يمنع أن يراك رضيعك مثالا. أرجوك أمي. يا إلهي، أواجه شعورا صعبا جدا اليوم. فقد كبر رضيعي الصغير من البشر، فهم، تكلم. كيف؟ إنه يراني لا كما يراني ولداي. أيهما الأقوى، حليب الذئاب أم روح البشر؟ رضيعي رجل،
رجل. ماذا؟ ها؟ من تكون؟ من أنت؟ ما اسمك؟ أنا اسمي ميشو. لا تفهم ما أقول. أنا هو هي. كنت أقطف زهورا. هل تراها جميلة؟ ميشو، أين أنت يا ابنتي؟ أنا هنا يا جدي. أنت هنا؟ ظننت أنك ابتعدت. كنت قلقا عليك. فالغابة فيها وحوش وحيوانات خطيرة. بني، أنت هنا. بني، يبدو أن قدمك قد تحسنت تماما. إنني سعيد برؤيتك. الحمد لله أنك بخير يا بني. يبدو أنك صديق وفي جدا. أنت فتى رائع حقا. جدي، لا فائدة منه، إنه لا يفهم ماذا تقول له، ألا تعلم ذلك؟ لعله يفهم، ولكنه لا يعلم كيف يجيب. هذه الفتاة هي حفيدتي، اسمها ميشو. إنها تأتي معي إلى الغابة أحياناً كي تساعدني على بعض الأعمال، وهي تصر على المجيء دائماً. جدي، إنه لا يفهم ما تقوله، هل نسيت؟ صحيح، لقد نسيت، إنني آسف. ميشو، ماذا يا جدي؟ اذهبي واقطفي بعض الأزهار. هيا أسرعي بالأزهار. هيا. أزهار؟ أزهار؟ أحسنت. أزهار. 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 موكلي. موكلي؟ اسمك موكلي؟ أحسنت، أنت فتى رائع جدا. جيد، فقد بدأت تتعلم بسرعة. هيا صف جذوع الأشجار كما أفعل يا بني. اجعلها تتعرض لأشعة الشمس كي تجف بسرعة. أحسنت، أنت ذكي. انظر كيف أنشر الخشب. هل رأيت؟ هذا يدعى المنشار. إنه مصنوع من صفيح حديد كي يقطع الخشب هكذا وهكذا. أعد، المنشار مصنوع من الحديد. مصنوع من حديد. والمنشار له أسنان حادة. أسنان حادة. موكلي، تعال ساعدني. جذع الشجرة الثقيل، أرجوك ساعدني. قلت ساعدني. حسناً. تفضل. رائحة زكية. إنني جائع. موكلي، كل، افعل مثلي. موكلي.
الطعام ليس ساخن، طعمه لذيذ، هيا كل. يا إلهي! لقد أحبه، وجده الفتى لذيذ الطعم. هل هو بشر مثلنا؟ بالتأكيد. إذن لماذا يأكل من طعام الحيوانات يا جدي؟ لأنه عاش في الأدغال ولم يخرج منها قط، ولذلك طريقتنا في العيش لا تهمه ولا يعنيه طعامنا ولا شرابنا. جدي، ترى هل سيبقى موكلي يعيش في الأدغال؟ أنا آسفة، تابع طعامك، هيا كل حتى تشبع. هذا نهر؟ هذا نهر الماء. الماء السحاب. السحاب السماء. السماء أزهار. أزهار زهرة جميلة. جميلة أعد. جميلة. جميلة. أين اختبأ ذلك الماكر؟ أظن أنه اختبأ في مكان ما كي يتمكن من الهرب فيمحو آثار أقدامه. إنه جاد هذه المرة يا باغيرا. هذا صحيح، أظن أن تباكي هو الذي علمه ذلك، لأن شريخان ليس ذكيا إلى هذه الدرجة. باغيرا، شريخان يريد أن يقتلنا. أجل، أعلم. ماذا ستفعل؟ هل عندك خطة ما؟ خطة؟ أجل، خطة كي تنجح، لأنك إذا وضعت خطة فأنت تفكر. خطة تكون أقوى من خطة شريخان. هل بدأت تفكر؟ نعم بدأت. شريخان مناور قوي. أعلم ذلك. تعلمان أنه يقود خصمه حتى حافة الهاوية، بعد ذلك ينقض عليه. وهنا تبدأ خطتك أنت. هل أعددت خطتك؟ أجل، فأنا عندي خطة مذهلة. خطتي هي سأفعل مثل شريخان، سأقوده إلى حافة الهاوية. خطة جيدة، وأنا سأطارد الجواميس. وأنا سأساعدك. شكرا لكم، وسيكون لدينا أكثر من 20 جاموسا. بدأت المعركة، لكنها لن تكون سهلة. لا تقلق أبدا يا باغيرا، موكلي رجل كبير. أنت تفي بوعدك للبطل ألكسندر. نعم، سنقضي على الشر يا أخوتي. حسنا، لنبدأ. سأبحث عن شريخان أولا وسأعود. لا تقلقوا. تشيل، هل وجدت؟ خبر سار، لقد عرف مكان شريخان، إنه في كهف. شكرا لك يا صديقي تشيل. لا تشكرني أنا، كاوا باغيرا وجداه تحت الأشجار. الأشجار؟ حقا؟ سيكون الهجوم غدا، هذه فرصتك، اغتنمها وليراك القطيع يا موكلي، ليرى أن الرضيع صار رجلا. هذه هي فرصتك، وداعا يا موكلي، وداعا. شريخان، هيا اخرج أيها الشرير، اخرج، أنا موكلي، اخرج أيها المخالف للقانون، اخرج، سألقنك آخر درس لك. من هذا الصغير الذي يزعج شريخان؟ أنا صغير من البشر،
الرضيع الذي نجا من بين أنيابك. الرضيع الذي أرضعته أمي وحماه أبي. ما هذا؟ من يتجرأ ويتكلم في وجه شريخان هكذا؟ هيا هيا أقبلوا، سأقتلكم واحدا واحدا. لا انتظروا، دعوني الآن أقاتل شريخان وحدي، إنها معركتي. معركتك لك ذلك، فأنت ستقاتل الشرير الذي اخترق قانون الأدغال. أضحكتني أيها الخرف. لقد انتظرتك طويلا والآن سأقضي عليك. ابتعد عني. شريخان، إنها معركتك، اهجم الآن. وهنا تم لموكلي أن يثأر من قاتل إلكساندر الذي حماه وهو رضيع. والآن ماذا بعد ذلك؟ ما مصير موكلي الإنسان؟ لنتابع. لدي أخبار. تباكي يقود مئات من الضباع في قطيع كبير قادم نحونا. ضباع؟ كم عددهم؟ كثيرون، ربما 200 وربما أكثر، لم أستطع عدهم.
إن لم نهاجم فسنكون طعاماً لهم. طعام للضباع. الفرقة المهاجمة تعد نفسها كي تتحرك بسرعة، هيا. أما الفرقة المساندة فتبقى هنا للحماية. نفذ الأمر. لوري، أنا القائد، أنت أنثى. أكيلا، سنتبعك يا أكيلا. أجل، هيا. لا يهم، المهم أمن الغابة وسلامة القطيع. أيتها الضباع، أيتها الضباع الجائعة، هذا أكيلا قادم، هيا استعدي. إلى هنا يا ماوكلي، تعال اقعد إلى جانبي. ما أنت تهتم به ماوكلي، أنت وفي، إنني أحبك، ابقى إلى جانبي حتى ألفظ أنفاسي. أنت بخير؟ لا يا ماوكلي، أنا مريض، قد أموت الآن أو غدا. لن تموت، إنني أحبك كما كنت أحب أبي الذئب. إن فقدتك فمن سيهتم بي؟ اسمعني، الذئب ليس أباك، وإن أرضعتك ذئبة أنت من البشر وستعود يوما ما إليهم. لا. ماوكلي، إن حياة البشر لا تشبه حياة الحيوان. أنت الآن رجل، ذلك يعني أن لك حياة، يجب أن تستمر مع بشر آخرين مثلك، إنها الحقيقة يا ماوكلي. ماوكلي أيها الوفي، يا رضيع الغاب، أنت رجل، عد إلى قومك، نحبك. لكنني لا أعرف أحدا خارج الأدغال، فقد كبرت هنا، ولذلك سأبقى هنا، لن أخرج من الغابة، لن أخرج أبدا يا جدي، سأبقى معكم. أنت مخطئ يا ماوكلي، ستجبر يوما على الخروج. ها؟ أجل، إن ماوكلي البشري الذي في داخلك سيقودك يوما إلى خارج القطيع ويعيدك إلى داخل عالم البشر الذي جئت منه، وسيناديك بأعلى صوته يا ماوكلي. اسمع، أخرج من القطيع، أنت لست ذئبا، أنت مخلوق آدمي، أنت بشر يا ماوكلي. بعد ذلك يا ماوكلي تبدأ أنت فتقول سأخرج 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 من القطيع. لا، لن أقول ذلك أبدا. ماوكلي افهم، ستقولها يوما ما. اسمع كلمتي الأخيرة قبل أن أموت. ماوكلي أنت إنسان، إنسان. جدي، أكيلا، ما بك أكيلا؟ لقد اقتربت نهايتي، هل ساعدتني؟ أكيلا. ماوكلي أريد رؤية الغابة آخر مرة. ماوكلي هيا خذ بيدي كي أرى الغابة مرة أخيرة في حياتي.
شكرا لك، أنت تقف إلى جانبي كما يقف الرجال في عالم البشر. إن حليب الذئاب لم يجعلك ذئبا، بل بقيت إنسانا كريما كما خلقت. شكرا. لأنكم جئتم إلى هنا، لقد قررت أن أذهب إلى القرية. ماوكلي لا تقف ضعيفا هكذا، هل نسيت؟ أنت بطل، توقف عن البكاء، انظر إلى القطيع وتحدث إليه. أيها القطيع، شكرا 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 لأنكم اجتمعتم من أجلي اليوم. لقد قررت أن أخرج من القطيع، سأذهب إلى قرية البشر المجاورة، هكذا قال لي الزعيم أكيلا قبل أن يموت. قال لي إن حليب الذئاب لم يجعل منك ذئبا حتى وإن أرضعتك ذئبة، لكنني أحبكم. وقال إن لكل مخلوق حياته، وأنا في الحقيقة مخلوق من البشر، ويجب أن أخرج من الغابة. قال لي أكيلا أنت رجل، موكلي يجب أن تخرج من القطيع الآن. قال أكيلا لقد ثأرت لدم الذئب ألكسندر. افهم ألكسندر، لم يكن أباك، إنك من البشر. إنني أشعر بضياع كبير، يا إلهي ساعدني، سأخرج من القطيع ولن أنساكم أبدا، أحبكم. Ha 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 ha